السلام عليكم. واجهة الوان يو اي 7، هل تكشف سامسونج رسميا عن تحديث الوان يو اي 7 غدا؟ كل هذا واكثر سوف تشاهدونه ان شاء الله اعزائي الكرام في هذا الفيديو. اتمنى منكم دعم القناة بقوة عبر الضغط على زر الاشتراك والضغط على زر لايك، فضلا وليس امرا، وتابع الفيديو حتى النهاية. تستعد الشركة الكورية سامسونج لعقد مؤتمر المطورين SDC 2024 غدا في ولاية كاليفورنيا. في العادة تكشف الشركة عن اصدارات جديدة من واجهات الوان يو اي خلال هذا التحدث، لكن هذا العام الأمور مختلفة، حيث لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت سامسونج ستكشف عن واجهة الوان يو اي 7 في هذا المؤتمر. وأعلنت سامسونج عن نيتها الاحتفال بمرور عقد من الابتكار المفتوح والتعاون مع المطورين والشركاء والعملاء، مع التركيز على الاستفادة القصوى من الابتكار الحديث في مجال الذكاء الاصطناعي. من المقرر أن تلقي سالي هايسون جيونغ نائبة الرئيس التنفيذي رئيسة قسم الأبحاث والتطوير في تجربة الأجهزة المحمولة الكلمة الرئيسية. سالي مسؤولة عن تصميم واجهة الوان يو اي، وغالبا ما ستستغل يعني هذا الحدث لتقديم الإصدارات الجديدة في هذه الكلمة. ستركز سامسونج خلال المؤتمر على الابتكارات الجديدة عبر المنصات المختلفة، بما في ذلك كيفية الاستفادة من خدمات مثل سمارت ثينجز، جالاكسي اي اي، نوكس، تايزن لتقديم حلول متقدمة للمطورين. ومن المتوقع أن يكون الجالاكسي اي اي في صدارة الحدث، حيث سيسلط الضوء على إمكانيات الذكاء الاصطناعي المستقبلية. ومع ذلك لن تذكر سامسونج واجهة الوان يو اي في أي من البيانات الصحفية المتعلقة بالمؤتمر، مما يزيد من التساؤلات حول خطط الشركة لهذا العام بشأن التحديثات. يترقب مستخدمو جالاكسي اس 24 بفارغ الصبر إطلاق برنامج تحديث واجهة الوان يو اي 7 التجريبي القائم على نظام اندرويد 15. ومع ذلك لم يتم رصد اي نشاط يتعلق بهذا البرنامج حتى الان، ولا توجد اي مؤشرات على بدء الاختبارات. في السياق نفسه تم الاعلان مؤخرا عن ان اجهزة بيكسل ستتلقى تحديث اندرويد 15 في منتصف اكتوبر، حيث تستعد جوجل لاطلاق التحديث الثابت لمستخدمين العامين. شاركونا توقعاتكم عبر التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.